السيد المسيح لي كل المجد دعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. يعني عشان أتبع المسيح لازم أنكر نفسي وأحمل الصليب. أنا الآية دي نفسي تكون هي حياتي، هي ان انا ابتدي اتحرك للمسيح، بس ان انا اكون مش بس حافظ وصاياه لكن بس كمان قادر ان انا اكون بمشي في الطريق بتاعه. يعني اللي عايز يمشي ورايا يعني لازم انه ينكر ذاته اساسا، وانه يحاول انه يتشبه بيا. يعني اللي يمشي ورا السيد المسيح يبعد عن اي حاجه ما ترضهوش، يعني يشيل التعب اللي هو الالام، يشيل الضيقات، يشيل اي حاجه، يعني تبعده على السيد المسيح. يا ريت الناس كلها تقدر تمشي ورا الايه دي زي ما عملوا القديسين زمان وسابوا كل ثرواتهم وملكهم وقدروا يتبعوا السيد المسيح. يعني اعتقد هي برضو بتتكلم عن الترك وعلى انه انا محتاج اترك حاجات من اجل المسيح، محتاج ان انا أشيل الصليب دايماً وأمشي وراه، حتى لو كان الصليب ده إهانة، لو كان حاجة أنا في كرامتي بتنازل عنها. هو المفروض إن إحنا سيد المسيح ده معلمنا إنكار الذات، فمش المفروض إن أنا لما أعمل حاجة أحب أظهر فيها. في كمان في بستان الرهبان دايماً يقولوا الآباء القديسين إن أنا لما أعمل عمل ممكن في آخر مرحلة من العمل دوت أسنده لواحد غيري علشان المدح والشكر يكون للإنسان دوت مش يكون لي أنا، لأن لما بعمل عمل خير ببقى متوقعة أو منتظرة أجره من ربنا في السماء مش من الأرض. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا معنا في آية. الآية اللي بنقف قدامها النهاردة موجودة في إنجيل مرقس أصحاح 8 وعدد 34، بيقول فيها الكتاب المقدس: ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. عند المستمع اللي سمع الآية دي لأول مرة في وقتها، وكلنا لازم نفكر إنه ما كانش وقتها الرب يسوع حمل الصليب وصار في الطريق للنهاية، إيه اللي ممكن يجي في ذهنه لما يسمع كلمة حمل الصليب؟ وهو عنده فكرة إن حمل الصليب ده عمل بيطلب من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام. وقت الرومان كان ده معروف إن ده من سلطة الرومان في حكمهم. يا ترى ممكن إيه المعنى اللي يتبادر لذهن الشخص لما يلاقي إن رب يسوع لي كل المجد بيقول له كده: إنك عشان تتبعني لازم تنكر نفسك وتحمل صليبك؟ هل هو المعنى اللي بيجي في ذهن الناس عن يمكن إيذاء الذات، عن التقشف الزيادة عن اللزوم، عن التزمت، عن إنكار حقي في الحياة، إنكار حقي في الاختيارات، زي فكرة حمل الصليب ما بتشير، هي إعدام للنفس؟ ولا هو إن الواحد يستحمل الظروف الضاغطة جدا عليه اللي ما يقدرش يغير فيها حاجة، كأن واحدة مثلا تقول عن جوزها ده صليبي، ولا عن ابنها، ولا راجل يقول عن مراته، ولا شاب صغير يقول على أبوه أمه، أو عيلة تتكلم على ظروف معينة بتمر فيها صلبنا لازم نستحمله. ترى هو ده المعنى بتاع الآية؟ في ناس كتير قوي بتفسر كلمة صليب إن هو الألم اللي في حياة الإنسان، لكن أنا بشوفها من حتة تانية. أنا بشوف إن الصليب دوت هي محبة، وصليب الإنسان هو الوقت اللي فيه بيموت عن حياته القديمة. فمتهيألي كل موت في حياة الإنسان بيتبعه ألم ويتبعه صليب، بتنقله من حتة هو فيها لحتة أعمق مع ربنا. يعني اللي عاوز يتبع الرب الإله لازم إنه يتحمل كل شيء في الحياة ويتبع تعليم ربنا ويستلهم بيها لوحدها، ويبقى عنده القدرة والصبر على ده، ويمشي في سياق اللي ربنا أمر بيه. زي الأغنية اللي بحب العالم وحب المادة وحب الحياة والمظاهر الدنيوية بيجروا وراها وبيسخروا نفسهم
لهذه الملذات وهذه الشهوات، لكن حب ربنا ده طريق تاني. المفروض ان احنا بنتخلى عن كل اللي فات وبنتبع ربنا. الشهادة ليسوع وان تتبع يسوع طبعا مش سهلة، لازم الواحد يكون ده هدفه، يسيب اللي وراه واللي قدامه، لان مفيش حاجة تانية اغلى من ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فتبعية المسيح مش سهلة، لازم الواحد يسيب كل ما وراه ويمتد الى ما هو قدام. الحقيقة ان مفتاح حل فهمنا للمعنى اللي يمكن يكون مقصود من دعوة الرب دي انا بشوفه في كلمة من اراد. من اراد، الرب بكل حرية بيترك للانسان حرية الاختيار. النفس اللي بيعطيها الله هذه الحرية العظيمة والرائعة، حرية اختيار مصيرها، حرية اختيار الطريق اللي تسلكها. الفكرة اللي موجودة في كل الكتاب المقدس اني امامك طريق الموت وامامك طريق الحياة، اختار الحياة لكي تحيا، لكن دي اختياراتك انت. ازاي يكون النفس اللي بيعطيها الله هذا القدر من الحرية وهذه المساحة في الاختيارات يكون قاصد بيها انه ينكر نفسه، أن ينكر حقها في الحياة وفي الاختيار؟ صعب جدا. أمال إيه المنطق اللي خلى السيد المسيح يقدم الدعوة بالصورة اللي تبدو قاسية بالشكل ده؟ الفكرة بسيطة جدا، إن اللي بيتبع معلم معين معناها إنه مؤمن بمنطقه، مؤمن بفلسفته في الحياة، مؤمن بمدرسته الفكرية. وإيه كانت مدرسة معلمنا الفكرية؟ المدرسة دي كان بيعبر عنها في الأعداد اللي قبل كده على طول. يمكن كررنا أكتر من مرة التعبير ده، وأرجو أن يكون بقى واضح لينا أن لازم ناخد الآية في قرينتها. بمعنى إيه؟ بمعنى السياق اللي جات فيه، المناسبة اللي علشانها اتقالت الآية دي، إيه الآيات اللي قبلها وإيه الآيات اللي بعدها. وده أكبر ضامن أو من أكبر الضوامن اللي بيساعدنا على الفهم. الأجزاء اللي قبلها كان الرب بيقول للناس انه انا هتألم كثيرا، ابن الانسان ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد ثلاثة ايام يقول. فاخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهره، فالتفت وابصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. بطرس بيعبر عن المنطق البشري اللي بيرفض منطق المسيح، وهو إن الألم هو طريق تحقيق الغاية من الحياة. رب يسوع جه لرسالة وكان في ثمن لازم يدفع، وبكل بساطة بيقوله: أنا كمعلم إذا عايز تتبعني، عايز تعيش ليا، عايز تكون تلميذ ليا، لازم تتبع نفس المنطق اللي أنا بتبعه. ليس التلميذ أفضل من معلم. الرب بيقدم إنك هتخسر، هتنكر نفسك وهتتعامل مع نفسك كأنك بتكره نفسك وبتحب الله بالمقابل، وتتبع المسيح كل يوم بما إنك بتتنازل كل يوم عن مكاسب أهل العالم بيكسبوها، وتتبع الرب بأمانة. ودي التبعية والتلمذة الحقيقية لشخص الرب يسوع. لو أنا عايزة أتبع المسيح بجد فلازم أكون بأنكر نفسي، يعني ما بدورش على مشيئتي أنا وإرادتي في الأول، لكن بكون بدور إن أنا أحقق مقاصد ربنا فيا ومن خلالي. أحمل صليبي، يعني أكون قادر أدفع التكلفة، أو عارف إنه في تكلفة لازم تدفع في تبعية الله، وامشي وراه، يعني يكون هو اللي بيمسك بايدي وبيسير امامي وانا بتبع خطواته. تبعيه المسيح لازم يبقى فيها انكار الذات، ولازم يبقى فيها حمل الصليب. اعزائي المشاهدين، يا ترى لو حاولنا نفكر في ايه المعنى اللي بتحمله الايه دي لنا النهارده، يعني ايه انا انكر نفسي واحمل صليبي؟ النقطة الأولانية المهمة واللي سبق وأشرنا إليها هي نقطة الإرادة الشخصية، الإرادة الحرة. الأمر هنا باختياري، أنا اللي بختار أن أتبع هذا المنطق. طيب تطبيق عملي، أنا ممكن أعيش الكلام ده إزاي؟
برضو نرجع للسياق اللي الرب يسوع ذكر فيه الآية دي، بيقول كده ليه كل المجد وراها على طول، فإنه من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. بيقول إن المنطق اللي أنا بدعو ليه واللي أنا نفسي عشته وجربته هي إني بدفع ثمن في سبيل الرسالة، بقضي وقتي مجهودي فكري حتى حياتي لو تطلب الأمر، لكن في المقابل تحقيقي للهدف بيدي معنى للحياة دي. لو أنا فضلت مشغول بالحياة دي عشان أراضيها وأحافظ عليها وأريحها وأمتعها، أنا في الواقع بكون بفقد الحياة دي لأنها أصبحت بلا معنى وبلا هدف وما حققتش الأمر اللي الله خلقها لأجله. فبيضرب هنا مثالين واضحين، بيقول لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، ومثل التاني بيقول إنه من استحى بي بكلامي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق فإن ابن الإنسان يستحي به. يا ترى إيه معنى الأمرين دول في حياتنا؟ الفكرة الأولانية، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إذا كان الإنسان همه يربح العالم أيا كان بقى العالم هنا، يعني إيه؟ الكتاب المقدس بيقول لنا إن كل ما في العالم شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، ممكن تكون حاجات من هذه الأمور، مال، شهرة، عايز تربح العالم، دي حاجة نفسك فيها، لكن في الواقع أنت بتخسر نفسك. فلما تقرر إنك تتبع المسيح يمكن بالمعنى ده تنكر نفسك، لأن الحاجة اللي نفسك فيها ما بقتش هي الأولوية، بقت تدي اهتماماتك لمجد المسيح فبتلاقي نفسك. لكن لو تركت الأمر ده واهتميت بربح العالم، هتستفيد إيه لو ربحت العالم كله وفي الآخر خسرت نفسك؟ ده تطبيق لفكرة يعني إيه إنسان ينكر نفسه في الحياة في تبعيته للمسيح. تطبيق تاني مرتبط بفكرة إن واحد مش عاجبه منطق الصليب، شايف إن المنطق ده منطق الضعفاء، منطق الاستسلام، لأن هو مش فاهمه مظبوط، وإيه اللي يجبرني إن أنا أحيا وأمشي في تبعية مليانة ألم واستعداد لتحمل الصليب والكلام ده، فيشعر إنه بيستحي بهذا الكلام، يشعر إن الكلام ده مخجل، هو مش عايز يكون مسيحي بهذا المعنى، تلميذ بهذا المعنى. النتيجة يستحي به ابن الإنسان متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. فكرتين بساط مرتبطين بفكرة إنكار النفس وفكرة حمل الصليب، والاختيار في الآخر لينا إحنا، مش مجبرين على كده. من أراد اللي عايز، لكن بعد ما أعوز لو ده قراري يبقى لازم فعلا أنكر النفس وأحمل الصليب. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا معنا في آية.